اش دير هنا؟ بما ناكلوا توير لوروت نشجعوا لعاب الورد على يد غادي ناكلوا واحد الفلوخ الفنانه لاله جميله الله يشافيها توقفنا بخير وعلى خير تولي الاعمال ديالها. لاباس على الأستاذة ديالنا. لاباس عليك. لاباس عليك. لاباس عليك. لاباس عليك. بغينا نجي ونطلبوك الشفاء بإيقاع جناوي. ديرنا السبت ديرنا شي طريح زويون. نفرحوا بال حنا كفنانين وكل واحد تيطلب لها اتباع منهم واحد التقدم يا ربي ومنها الفنانين غادي يتحقوا بها لاله جميله غادي توقف وعندها الكلمه الضروريه احسن لاله جميله عندها في المغرب وتوتنا بالهاتفيا ونطلبوا لها الشفاء والحمد لله كلهم الفنانين غادي يجيو عند لاله جميله تطلع امين شكرا جزيلا امين امين انا بغينا غير نخرج بلا روتين الله يشافيك الله يعافيك الله يا لو الشدا الله يشافيك الله يعافيك الله يخليك بركة بارك الله الله يا حلو يا نار يشبه الله شوي
وذا الجوان يا اهل النهضة اللي في الحاك تبطل الجمعة الله يا ريش الله يا ريش الله يا حباب الله ويا سيادي صلي وعلى النبي ويا سيادي صلي وعلى النبي لا يا لا سهلة والله يشافيك والله يعافيك لا يا جمهورة الله يخليك لنا تبقى لنا ديما نورا بدا الجمال وليه النوبة اللي الحاب في قطر التوبة رجا الله وليه النوبة اللي الحاب في قطر عاركم رجا الله عاركم أمراض الله تبحر الله يا ولا يا لا لا يا جميلة الله يشافيك الله يعافيك يا لا لا يا لا جميلة الله يشافيك الله يعافيك فبني هدي جيب القلاوي في شغل حالي غيبوا برمي مدى الجوال وليه النوبة في حال فيكم كاينة الله يخليها لينا كاينة لا جميلة الله يخليها لينا ونشوفها فشي معرض منورة لنا معرض نشوفوها ومكناس صاحب الجلالة هذه راه نورة في مكناس ومراكش منورة في مكناس نورة في مكناس الطبيبة اللي في لندن ونسهلة
اللهم صل عليك يا رسول الله. Je remercie le personnel aussi. Bien dans les infirmières qui sont devant vous. Je remercie la gentille petite manager. Lala, comment il s'appelle déjà? Lala. Achel Lala Chibiba Ga. Elle a assisté à mon opération. Je lui dis grand merci. Et je leur offre ce petit bouquet d'or. Je suis très honorée. Vous ne méritez pas. Vous méritez même pas. Merci, merci. Ça, c'est les collègues qui ont assisté à mon opération. Je leur dis merci beaucoup. أستاذي عايز أخذك واحد الكلمة. نتمنى هاد الشباب الأطباء نتمنى لهم التوفيق تهلاونا في لالة جميلة والله يجازيهم بخير وبغينا نكونوا ناس بحالهم يجيو يخدمونا في المستشفيات ويداويونا الناس بحال هكذا وشكرا لهم نتمنى لهم التوفيق ويزيدوا لهم تيسير وصحة والهنايا بالمواطنين ويزيدوا خلاص لا لا ان شاء الله غادي نتكلم بهم ان شاء الله غادي نتكلم بهم شكرا بارلي جو بوغوميرسي انفينيمون سيدي يوسف لا راكي عزيزه وغاليه وشوفي انا يعني نقولها لك زعما صراحه زعما حنا خوت ويعني هذه ستاندون وحنا تنتلاقاو مناسبه خاصه لكن نقول لك انا كنت حيت خبرتني الاخت منى كنت غادي نجي معها تعسرات الامور ما جيناش قالوا لي سميتو من بعد تقريبا 6 جوغ قلت انا نويت غادي نجي لعندك قلت سميتو هي هذيك اتصلت بالاخ فؤاد قلت له نتلاقاو في حمريه مشينا شرينا هذاك بتي بوكي ورد جيني و يعني بان سميتو الصدفه يعني كنت يقولوا مولانا يعني نظر لك بانك انت تستاهلي اكثر من هذاك البوكي ورد لقيت هذا قال لي شي بركه قلت له شوف جابك الله فهمتيني قلت له غادي تمشي معايا وما راكش غتخوضها فهمتيني والله الا هادشي اللي قلت له بصحتك اسيدي بصحتك فهمتيني وهادشي اللي كاين يعني باش مولانا يستاهل الكلمه ديالو يعني انا بغيت لك الشفاء امين الله يكبر بك امين الله ييسر امرك امين الله يشافيك امين الله يعافيك امين الله يهز الضرر اللي بك امين الله يجعل اللهم لاقاني معك بلا ميعاد امين وراني عرقان بغيتها لك بلاله الشفاء العاجل يا رب الكريم امين الله يشافيك أمين. الله يعافيك أمين. الله يطول عمرك أمين. سهل امرك أمين. يعطيك عويل الله عويل الوالدين الاولياء المصنوعين الله يجمع ريك الله ييسر امرك الله يخليك لنا بركه صباح الله يركع وعبد وقال شفاعي مولاي محمد فرح من صلى على رسول الله اللهم صل عليك يا حبيب الله اللهم صل عليك يا حبيبي الله اللهم صل عليك يا رسول الله يجعل بي وهذه الجلسه معك وهذه الساعه مبروكه تكون لك بالربح تكون لك بالتيسات الله يجعل الضرار ديالك والمرض ديالك يجمع في السر ويمشي القلانيه على بريا فرح من صلى على رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله يا شافي يا مولاي محمد الله يشافيك الله يشافيك حبيبتي عزيزة وغالية كبراكي لداخل الله يجعل ربي ينصرك شكرا بزاف الله ينصرك شكرا.